الفراغ الذي يتحكم في النشء الآن هل له علاج في الإسلام؟ الفراغ وهو عدم شغل الوقت بفائدة خسارة كبيرة من عمر الإنسان، كما يقال الوقت من ذهب، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والإسلام حرم تضييع الوقت في غير فائدة، والنصوص في ذلك كثيرة. يقول بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو حمد حصله، أو مجد أثله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. ويكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهناك كتب كثيرة ورسائل مؤلفة في هذا الموضوع، والله أعلم.